صباح الخير أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات. اليوم راح ندير لكم فيديو وصفة طبيعية تاع الصبار. صبار وصفة للتجميل للتجاعيد، ووصفة للصدافية للحكة، ووصفة ندير لكم عصير الصبار نخلطه مع عصير الرمان. فوائد كثيرة كثيرة للزنتستان إلستوما، عندها فوائد كبيرة كثيرة كثيرة كثيرة. من كان وقت فرعون وكليوباتر يديروا وصفات بالألوذرة في العالم كامل، فيها فوائد كثيرة كثيرة كثيرة. ساعات ساعات كل مرة ندير لكم واحدة بس نعرف ياسر الفوائد تاع الصبار. نقص الصبار تاعي بس كبيرة طراف، ونحيلو الجال تاعو ونرحيه بالرحاية، من بعد نوري لكم. صباح الخير أعزائي المشاهدين، اليوم راح ندير لكم وصفة تجميلية تاع الصبار، وصفة تجميلية للتجاعيد لفوائد، فيها فوائد كبيرة. شوفوا الجال كيبدا، نحي الجل تاع الصبار، نرحيه، ندير ان جو عصير لالويس، عصير الصبار تاع لالويغا، فيه فوائد كبيرة للمناعة للمي للاستوما. كي تعود كرشك توجعك وتجري تشرب الجو تاع الصبار مليح، تعود مريض بالليستوما أوسي مليح. ديريه ماسك للوجه باه يرطب البشرة ومليح للتجاعيد. ها هو هذا مليح للتجاعيد. نبروفيتي أنا عندي صدافية، عندي لكم بلاصة اللي فيها صدافية نحط. كي تتحرقي تحرقك شمس نحي الجال هذا تاع الصبار، يتعلق في فوائد كبيرة 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 كبيرة. جدودنا وجدود جدودنا شوفوا، ها هذا الجل فيه فوائد كبيرة. ما تاكلوش الورقة، الورقة مش مليحة، غير الجل اللي فيها اللي فيها سيتو. الناحية اللي تخاصت على الورقة كلها على خاطر حطها بطرحة. هذه نخلاها بعديك نحطها ليا للصدافية ونوريلكم.
كان ترحيت ولا ما ترحيتش. نشوف لكان مزالو دي مخصو. زيد نرحيها شوي. جبت كاس نظيف نفرغ فيه لوجيل. شتي وزي ويتعلق. كاين شويه مش مترحاش. هذه اللي مترحاش نقصها اطراف. نزيد نرحاها ونخلط معاها الجو تاع الرمان، عصير الرمان. نخلط معاها شويه ألويس. الصباح درت لكم زوز وصفات. وصفه جيل تاع لالويفيرا باه ديريه، نفرغ شويه هنا باسكو نعرف نحط فيها صبعي. ديريه للبشره، للتجاعيد، للحرق تاع الشمس، كدود عندك تجرحتي، للي سيكاتريس، سي ان سيكاتريزون. مليح للي سيكاتريس، كدود عندك سيكاتريس، احمي ورقه تاع جيل تاع لالويفيرا. وكل يوم ديرها فوق السيكاتريس، لا سيكاتريس ما تبقاش. انا عندي صده فيا في لي كود وفي رجليا من تحت، ليامات مهمله روحي ما داويتش روحي، مالفا نداوي روحي بالالويفيرا وتروح. كنت ما عنديش الوقت ليامات، راه ترطب البشره ومليحه للتجاعيد. كي ديرها كل يوم مليحه للتجاعيد. شوفوا زيها من الداخل. درك انايا نحطها في البلاستيك وخبها ديما عندي ورقه تاع الويفيرا. ديما ديما عندي ورقه تاع الويفيرا كبيره. وعندي في الجاردينه تاعي ديما نروح نحي ورقه ونخدم بها. هذا الجو تاع الويفيرا اللي درتو نستعمله ونشربه. انا جي دي بروبليم دو ديجستيون، دونك نشربو مليح لي ستوما، مليح لي زانتستان، مليح كي تود كرشك توجع فيك وكرشك تجري تشربيه ضربه ضربه. بسم الله. نقول لكم الكو تاع لالويفيرا مر، سي بور سا حطيت فيه عصير الرمان. الكو تاع الذوق تاعها مر. درت لكم وصفه طبيعيه تجميليه طبيعيه بالصبار. رحيت الجل تاع الصبار، نجمو ديروه في وجهكم للتجاعيد، يرطب البشره. كي تحرقوا تحطوه فوق الحرقه، سي ان سيكاتريزون. بور لي كو دو سولي، كي تحرقوا من الشمس تحطوها فوق الحرقه تاع الشمس، سي ان سيكاتريزون اوسي. وكي تعود عندك مكرش كرشكم توجع فيكم، ترحيو الصبار وتشربوه مر. لا كانت تقدروا تشربوه وحده
وشربوه وحده، ثم خلطوه كما درت انا مع عصير الرمان. فيه فوائد كبيره كبيره، اللي عنده سده فيها يديروا فوقها الجيل كل يوم، يرطب البشره وينحي الحكه. فيه ياسر ياسر الفوائد. كل مره نعطيكم وصفه، اليوم اعطيت لكم ثلاثه وصفات، ان شاء الله مره اخرى نزيد نعطيكم وصفات اخرى. الى اللقاء، على بروشين. نسيت رجعت لكم الصبار، نجمو ديروه كيما لا لوسيون الكول هيدروليك، لو جيل تاع الصبار، تحطوه في ديكم باه تقتلو الفيروس. تحطوه في ديكم هاك سا ان بلاس لا لوسيون هيدرو الكوليك.